استعدادات مكثفة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لانعقاد جلسات البرلمان، وهي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب. جاء اختيار محافظة حضرموت بناء على عدة مقومات، أبرزها أنها واحدة من المحافظات التي لم تصلها الحرب، بالإضافة إلى الجانب الأمني. الكل يعرف بأنه وادي وصحراء حضرموت كان في الفترة الماضية أفضل مناطق الاستقرار في وادي حضرموت، من حيث الخدمة المتوفرة في وادي حضرموت على المستوى كل الخدمات، من كهرباء، من مياه، من اتصالات، من بنية تحتية في وادي حضرموت، فتأهيلها كان مؤهل لاستقبال أي حدث خاص بالجمهورية في أي وقت كان. قوات من الحماية الرئاسية ومعدات عسكرية ثقيلة وصلت إلى مدينة سيئون قبل أيام لتأمين المدينة، كما أن هناك إجراءات مشددة مصاحبة للفعالية لضمان نجاح الجلسات المرتقبة. من حيث المبدأ فحضرموت بكل فعالياتها السياسية والاجتماعية والشبابية وكل النشطاء الموجودين في حضرموت يرحبون بانعقاد مجلس النواب واستئناف جلساته من محافظة حضرموت، وبالخصوص من حاضرة الوادي والصحراء من مدينة سيئون، ويعتبرون حدث تاريخي سيسجل في تاريخ هذه المدينة وهذه المحافظة. لكن هناك أصوات ظهرت أن هذا الحدث التاريخي الهام وهو انعقاد واستئناف عقد جلسات مجلس النواب يجب أن لا يكون على حساب حقوق حضرموت، ويجب أن لا تهضم حضرموت، ونحن نريد أن نسير في تطبيق مخرجات الحوار الوطني. لذلك علينا إذا ما افترضنا أن هناك تقسيمات حصلت من رئيس الجمهورية من إقليم عدن، ورئيس الحكومة من إقليم الجند، ونائب الرئيس من إقليم أزالة، فيجب أن يكون رئيس مجلس النواب من إقليم حضرموت ونائب الرئيس من إقليم تهامة. يترقب الشارع اليمني انعقاد أولى جلسات البرلمان ومدى انعكاسه على تفاصيل الحياة السياسية والحالة الراهنة، خصوصا في ظل انقلاب الميليشيات والذي تسبب بتدمير الحياة على مختلف الجوانب. الاستعدادات لعقد جلسات البرلمان غيرت من وجه المدينة، حيث باتت مدينة سيئون على جاهزية عالية لتحظى بهذا الحدث، لا سيما من حيث الانتشار الأمني الذي جعلها محط أنظار المهتمين. حدد مسعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون، وادي حضرموت.